نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل المساجد في السابق؟ الحديث وارد في المساجد التي هي ترابية، المساجد الترابية، أما الفرش فتؤخذ وتغسل، تنقل، لأن الفرش يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد إلى مكانها. لكن قد تقول البلاط مثلا، إذا حصل البول على البلاط، نعم، ولو حصل على بلاط يصب عليه الماء ويكفي، لأنه لا يمكن نقله. نعم.